بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك عاتم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا وسائر المسلمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وألحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام على خير حال، واقبضنا إليك غير مفتونين، وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاري أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومين في الدارين آمين. وكنا وقفنا في أحكام الفرائض كتاب أحكام الفرائض والوصايا، وقفنا على أن الثلثان فرض أربعة. يقول في الهامش: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، وفي بعض النسخ بنات الابن وبنات الابن، والأختين من الأب والأم فأكثر، والأختين من الأب فأكثر، وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن، فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كنا عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. مكتوب عندك ايه؟ ينقص. هي حقها وينقص، وقد ينقص او ينقصنا، وقد ينقص، بس فيها ضاد عندي، صححها خليها صاد. وقد ينقص كبنتين مع ابنين. والثلث فرض اثنين، الام اذا لم تحجب، وهذا اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، او اثنان من اخوة واخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وهو أي الثلث للأنثيين للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا أو البعض كذا والبعض كذا. ونقف على قوله والسدس، يبقى هنقرأ الوقت الثلثين والثلث. من هم أصحاب الثلثين ومن هم أصحاب الثلث؟ يقول في الشرح: والثلثان فرض أربعة، أي اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث، يعني كمان اللي يورث الثلثين دول إناث ويكونوا تعددوا، يعني أكثر من واحدة، كل أنثى إذا انفردت تأخذ النصف، إذا تعددت يأخذ الثلثين، دي قاعدة سهلة. كل أنثى إذا انفردت لها النصف، إذا تعددت يبقى ليها الثلثين على طول. اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد، وخرج بقولنا من الإناث الزوج، فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم، لأن الزوج للنصف برضه،
كده برضو، وهو اصلا لا يتاتى تعدده. احنا بنقول اذا انفرد، والزوج لابد ان ينفرد لان ما فيش عندنا امراه تجمع اكثر من زوج، كده برضو مفيش عند المسلمين في التبت فيه. والله كنت بسمع برنامج كده على عادات البلاد الغريبه، فطلع في التبت المراه تتزوج اكثر من زوج، الرجل يبقى ايه، يبقى ليه ضره، الراجل هو اللي يبقى ليه ضره. عندهم نظامهم كده غريبه، وتعيشهم في بيت واحد، يعني تبقى عايشه مع ازواجها. ده دي عادات التبت، شفتها في ناشونال جيوغرافي كده ساعات بيجيبوا الوثائقيه والحاجات البرامج العجيبه دي. لكن الحمد لله ربنا هدانا للاسلام، احنا بنشرع احكام الاسلام مش احكام التبت، خدت بالك؟ علشان كده الزوج لا يتعدد، زوج ليه النصف لما تبقى ايه الزوجه توفيت وليس لها ولد، يبقى الزوج له النصف. لكن احنا بنتكلم مين له الثلثان؟ من اذا انفرد له النصف، واذا تعدد يبقى ليه الثلثان. خرج بهذا الكلام الزوج بالتعدد، وخرج ايضا بالتقييد بالاناث. قلنا ايه؟ الثلثان للاناث التي اذا انفردت لها النصف. ما هي الاخت، ما لما يبقى الراجل مات وسايب اخت، عمة مين؟ لا العمة، لا العمة ليس له احد غيرها، غيرها تورثه، يعني مقطوع من شجرة خالص، هو مات كده وملوش الا عمته، لا سايب اولاد ولا اباء ولا جدات ولا زوجة ولا بنات ولا ابناء ولا حاجة خالص. ما هو عمة مين؟ عمة المتوفى ولا أخت المتوفى؟ عمة العمة دي ما تورث إلا إذا انفردت لوحدها، يعني مات ومش سايب غيرها، مقطوع من شجرة، ليس له فرع ولا، ليس له فرع ولا أصل وارث، واخد بالك إزاي؟ خلاص يبقى دي تورثه أحسن ما ناخد ماله البيت مال المسلمين، تبقى عمته تورثه. واضح؟ بس إذا انفردت، لأن دي قدامها عشان تنفرد قدامها كذا حجب، تتحجب بحتت كتيرة، فهمت؟ والثلثان فرض أربعة. اعلم أن ضابط من يرث من يرث الثلثين المتعدد من الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد، وخرج بقولنا من الإناث الزوج، فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم أيضا. قوله البنتين فأكثر، أي لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، مش الآية بيقول إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، واخد بالك؟ وإن كانت واحدة فلا النصف. يبقى إذا تعددوا لي الثلثان، الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين، طب أمال إحنا بنقول اثنتين هنا؟ طب ما جاتش في الآية، ده بيقول لك فوق اثنتين، طب والاثنتين؟ إما نفهمها بالإجماع وبالفعل العملي أن الاثنين دخلوا في فوق الاثنتين، أو أن فوق تكون مقحمة وتبقى اثنتين فأكثر، يعني نفهمها بكذا طريق، أو قياسا على الأختين، واخد بالك؟ يبقى لينا ثلاث طرق في اننا نولد منها الاثنين، لان ربنا ما قالش اثنين، قال واحده واكثر من اثنين. طب والاثنين راحوا فين؟ يبقى اما نفهموا الاجماع، اجماع الامه وحكم النبي وفعل النبي من السنه، او ان فوق تكون مقحمه يعني زائده يعني اثنتين فما زاد، او انها قياسا على الاختين. واضح؟ أي لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بناء على أن المعنى والله أعلم اثنتين فما فوقهما، وإن كانت لفظة فوق مقحمة كانت الآية دليلا للاثنتين، وإن كان المعنى أكثر من اثنتين كما هو ظاهر اللفظ الكريم كانت دليلا للأكثر من الثنتين،
ودليلهما اللي هما الثنتين الإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وإلى القياس على الأختين. يبقى لنا ثلاث طرق في استنباط الثنتين من في الحكم. أولا أن الآية نعتبر أن فوق دي مقحمة ويبقى دخلوا، أو أننا نعتمد على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بنتي سعد بن الربيع وهي السنة، أو إجماع الصحابة، أو القياس على الأختين. كل دي وسائل لمعرفة حكم الاثنتين. قول وبنتي الابن فأكثر، النوع الثاني. يبقى أول نوع احنا قلنا البنتين فأكثر، طب ما فيلوش بنتين لكن بنتي ابن موجودين، هو ملوش بنتين، ده هم بناته أو أولاده ماتوا في حال حياته وترك أحفاد بنتي ابن، بنتي الابن فأكثر، برضو ياخدوا الثلثان، أي للقياس على البنتين فأكثر. وقوله في بعض النسخ وبنات الابن، أي ما زاد على الواحدة، بناء على أن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد. فاندفع قول الشيخ الخطيب ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنت الابن. نعم التعبير بذلك أوضح كما في النسخة الأولى، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب. طب بنتي الابن لو معهم بنت صلب يبقى ليهم السدس، تكملت الثلثين، عشان بنت الصلب تاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. كويس، كما سيأتي أول في الابن كما سيأتي. وألف الابن للجنس الصادق بالواحد والمتعدد، حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. افرض هو عنده ابنين وكل ابن سايب له بنتين، يبقى عنده أربع بنات ابن ياخدوا الثلثين برضه، يعني مش شرط يبقوا من ابن واحد، ممكن من من عدة أبناء. قول والأختين من الأب والأم، يعني الأختين الشقيقتين أي الشقيقتين. وقول فأكثر أي من الأختين. وقول والأختين من الأبي، افرض مالوش أختين شقيقتين، ليه أختين من الأب، يبقى خلاص الأختين من الأب يورثوا، لأن هيتحجبوا بالأختين الشقيقتين. لو الشقاقتين مش موجودين يبقى يخش مكانهم الأختين الأب. واضح؟ واحدة وواحدة، هتاخد الأخت لأب النصف والتانية تاخد السدس، مش كده برضو؟ أو الأخت الثانية السدس، الشقيقة هتاخد النصف لأن هي الأقرب، تدلو إلى الميت من جهتين. وقول والأختين من الأب فأكثر أي عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين من النوعين فلقوله تعالى، طب ليه قلنا أن الأختين لأب والأختين الشقيقتين وخرجنا الأختين لأم؟ لقوله تعالى في الآية فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن المراد بهما الصنفان كما حكى فيه ابن الرفع الإجماع. وأما في الأكثر من الأختين فللقياس على البنات المذكورات في قولي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قول وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن، لما يبقى ما لهمش إخوات ذكور يعني. صوابه أن يقول عند انفراد كل منهما بالتثنية كده عن أخيهما، أو عند انفرادهن بالجمع عن إخوتهن، إما بالتثنية فيهما كما في العبارة الأولى أو بالجمع فيهما كما في العبارة الثانية. واسم الإشارة في قوله وهذا راجع إلى كون كل منهما يرث الثلثين. قول فإن كان معهن ذكر مقابل لقول وهذا عند انفراد كل منهما إلى آخره. وقول فقد يزدنا، يعني لو كان معهم ذكر ممكن ياخذ أكثر من التلتين وممكن ياخذ أقل من التلتين على حسب العدد. كويس، كان الأوضح في المقابلة أن يقول لم يفرض لهن الثلثان بل يعصبهن فقد يزدنا إلى آخره، لكنه راعى الاختصار.
قوله كما لو كنا عشرا والذكر واحدا. افرض هو مات وسايب عشر بنات وذكر واحد، اخ ابن يعني واحد، يبقى المسألة هتبقى ايه؟ على 12. ما هو كل بنت واحد والولد رصين، يبقى على 12. يقوم الولد ياخد 2 من 12 يعني السدس، وكل اخت ولا كل بنت للرجل او اخت لهذا الولد هتاخد 1 من 10، يبقى كأنهم خدوا 10 من 12، اكتر من الثلثين، لان الثلثين 8، ما هو الثلثين ال 12 8، هم خدوا 10 من 12، خد اكتر من الثلثين. فهمت بقى المسألة؟ فممكن يزيدوا ياخدوا اكتر من الثلثين. وقوله فقد يزدن كما لو كنا 10 والذكر 1، كما لو خلف الميت 10 بنات وابنا 1. وقوله فلهن 10 من 12، أي لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل الذكر برأسين ويضمان للعشرة، فتكون المسألة من 12، للعشر إناث 10 لكل 1، وللذكر 2، وهي أكثر من ثلثيها، لأن ثلثي 12 8، فزادت 10 على 2 سدسا، ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا سدسا. قوله وقد ينقصنا، وقد ينقصنا، يبقى حقنا ايه؟ نحط نون هنا، اصل كان وقد ينقص كبنتين، يا حد وقد ينقصنا. وقد ينقصنا اي عن الثلثين. وقوله كبنتين مع ابنين، بنتين مع ابنين، البنتين مع الابنين، الابنين 4 والبنتين 2، يبقى من 6 كده برضو، يبقى من 6، هياخدوا 2 من 6، يبقى ياخدوا التلت اهو، نقصوا عن التلتين، واضح؟ وكل ابن هياخد ايه؟ 2 من 6، يعني هم هياخدوا 2 من 6، كل واحدة تاخد 1 من 6، والتانيين كل واحد ياخد 2 من 6، واضح؟ وقد ينقصنا اي عن الثلثين. وقولك بنتين مع ابنين اي فللبنتين 2 من 6، فلهما الثلث حينئذ، لان المسألة من 6 عدد الرؤوس، فان البنتين برأسين والابنين ب4 رؤوس. كده خلصنا الثلثين. نيجي بقى في الثلث، فرض المين، والثلث فرض 2. كتب لك بقى في الشرح قد يفرض الثلث للجد مع الإخوة، ما ذكروش، ما جابش سيرة الجد هنا، علشان كده جايبك في الحاشية. فبيقول قد يفرض الثلث للجد مع الإخوة، فيكون الثلث فرض 3، لكن الثالث ليس مذكورا في كتاب الله تعالى بل بالاجتهاد كما مر، وذلك فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة بأن زادت الإخوة على مثليه، كما لو كان معه 3 إخوة فللجد الثلث 1، لأن المسألة من 3 يبقى 2 على 3، يعني إيه؟ بيخش الجد بالمقاسمة ياخد الثلث إيه فأكثر، أيهما أحظل؟ كويس؟ فلو لقينا لو قسمنا هياخد أقل من الثلث نرده للثلث، واضح؟ لما يكون الجد عايش، يعني الأب مات لكن أبو الأب عايش وليه إخوة وفي إخوة، يوم الإخوة الأب يحجب الإخوة لكن الجد ما يحجبش الإخوة، يوم الجد يخش مع الإخوة في الميراث يقاسمهم بحيث إن ما ياخدش أقل من إيه؟ من الثلث. مقاسمة كده، بس بشرط إن ما يقلش نصيبه عن التلت، واخد بالك؟ لو قل نديله التلت الأول ونقسم البيع على الإخوة، واضح؟ فللجد الثلث 1، لأن المسألة من 3 يبقى 2 على 3، احنا بيدين المسألة هنا ايه؟ ان هو مات وترك 3 إخوة وايه؟ وجد، مات وترك 3 إخوة وجد، يبقى الجد المفروض ياخد الثلث، يبقى ياخد 1 من 3، يتبقى 2 يتقسموا على 3، مش هتصلح المسألة، قوم نضرب 3 في 2
تبقى من 6 كده برضو. يبقى الجد ياخد 2 من 6 ويتبقى لنا قد ايه؟ لا مش هتنفع كده، يبقى هنخليها 12 احسن، لان هي تلت، تلتين 2 على 3 نضربها في 9، هنضرب 3 في 3 عشان تبقى المسألة من 9 احسن، تبقى المسألة من 9 احسن عشان ما يبقاش في كسور، ما يبقاش عندي كسور. يبقى الجد ياخد ايه؟ ياخد 3 من 9 مش كده برضو؟ اللي هو التلت، يتبقى لي من 9 ايه؟ 6. يبقى كل اخ ياخد 2 من 9 والجد ياخد 3 من 9. فهمت بقى المسألة؟ قد يفرد الثلث للجد مع الإخوة فيكون الثلث فرد 3، لكن الثالث ليس مذكورا في كتاب الله تعالى بل بالاجتهاد اللي هو الجد يعني، كما مر. وذلك فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة، نقص عن الثلث بالمقاسمة، بأن زادت الإخوة على مثليه، كما لو كان معه 3 إخوة. هو لو ميت وسيد جد وأخين خلاص سهلة، كل واحد ياخد 1 ومع السلامة. لكن لو زادوا عن مثليه، هنا بقى نخش في اننا نديله الثلث وننقص من الاخوات. كما لو كان معه 3 إخوة فللجد الثلث 1، لان المسألة من 3، يبقى 2 على 3 لا ينقسمان ويبينان، فتضرب 3 في اصل المسألة 3 ب9، ومنها تصح للجد 3، يبقى للاخوة 6، لكل واحد 2. بقت كده سهل. اول واحد من اللي فرض الثلث الأم، إذا لم تحجب، ما هو ربنا بيقول إيه في القرآن؟ ولو فإن كنا فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. يبقى الأم ليها الثلث أهو، إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد، ما اتحجبتش هنا. فإن كان له ولد فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس. الأم إذا لم تحجب، أي حجب نقصان من الثلث إلى السدس، نعم، للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي. الغراوين اللي هي لما يبقى مات وترك زوج وأبوين، سواء كان بقى الزوج ده رجل أو امرأة، دي الغراوين. لأن الغراوين يسموه غراوين لأن مرة تفترض أن الزوج هنا زوجة ومرة تفترض أن الزوج هنا رجل، فتبقى إيه مسألة 2. نعم، للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وهما أب وأم مع أحد الزوجين كما مر. وقول هذا أي عدم حجبها، وقول إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أي وارث بخلاف غير الوارث، لرق أو قتل أو نحوهما، وهو كالعدم فلا يحجب الأم. افرض لي ولد لكن الولد ده ضرب عليه الرق، يبقى كأنه مش موجود، الأم ما يحجبش الأم. افرض له ولد وهو اللي قتله مش هيورث، يبقى ما يحجبش الأم، كأنه عدم. وقول أو 2 من إخوة، عشان الإخوة يحجبوا الأم حجب نقصان من الثلث للسدس لابد أن يكونوا أكثر من واحد، واضح؟ لأن ربنا بيقول إيه؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة مالش أخ، واضح؟ فيبقى لازم، والجمع في باب المواريث يبتدي من 2، واخد بالك؟ خلافا لسيدنا عبد الله بن عباس إن قال إيه؟ قال يبقى 3، ده سيدنا عبد الله بن عباس خالف الإجماع، لكن الإجماع استقر على إنه يبقى إيه؟ 2. أو 2 من إخوة وأخوات، أي ولو محجوبين، يعني حتى لو كانوا الإخوة دول مش هيورثوا، يحجبوا الأم حجب نقصان وما يورثوش، والباقي ياخدوا الأب تعصيب، واضح؟ فهمت بقى؟ فلو مات عن أب وأم وأخوين، دي مسألة أب وأم وأخوين، خلاص الأم طالما ليه أخوين
تاخد السدس، والاب هياخد الباقي ويحجب الايه؟ الاخوين. او عن جد وام واخوين. كويس. الجد برضو هيحجب مين؟ لا، الاخوين يحجبوا الام من الثلث. كويس. عن جد يحجبها من الثلث الى السدس، فللام السدس وللاب او الجد الباقي، ولا شيء للاخوين مطلقا في الاولى، ولا للاخوين للام. الثانيه بقى جد واخوين لام. فهمت؟ الاخوين لام مش هيورثوا لوجود الايه؟ العصبه. ما هو علشان يورث الاخوه الام لازم كلاله. كلاله يعني لا يبقى ليه اصل وارث ولا فرع وارث. انما لو كانوا اخوه الاب كانوا تقاسموا مع الجد، او لو كانوا اخوه اشقاء كانوا برضو تقاسموا مع الجد. لكن المساله هنا علشان نخليهم ما يورثوش ويحجبوا، يبقى لازم اخوه لام. واضح؟ يبقى جد وام واخوه لام. الاخوه لام ينكدوا على الام تاخد السدس، واخد بالك؟ والجد ياخد الباقي، وهم مش هي ايه؟ مش هياخدوا حاجه. وام واخوين لام فانهما محجوبان، ومع ذلك يحجبان الام من الثلث الى السدس، فللام السدس وللاب او الجد الباقي، ولا شيء للاخوين مطلقا في الاولى، ولا للاخوين للام في الثانيه. ومن ذلك ما لو كان ملتصقين. هيجيب لك بقى ايه؟ المسائل النادره. احنا دلوقتي بنلاقي ساعات ايه المواليد اللي يجي اجنه ملتصقه، تبقى مشهوره عشان كده. كانش في جراحات ايامها لفصل التوائم دي، فبيعيشوا، ممكن يعيش لحد ما يبقى عنده 20 و30 سنه و40 سنه لحد ما يموت ويبقوا ملتصقين في بعض. فبيقول ايه؟ ومن ذلك ما لو كان ملتصقين. نحسبهم اثنين ولا واحد؟ ده هو ليهم راسين وليهم ايه؟ ذراعين بس، والرجلين هي هي، ويا دوب طالعين كده زي ايه؟ صنوان وغير صنوان زي النفط. نحسبهم اثنين ولا واحد؟ فهمت بقى؟ علشان لو حسبناهم واحد يبقى مش هيحجبوا الام من الثلث للثلث، حسبناهم اثنين حجبوا الام. فهمت؟ قال لك العبره بالرؤوس. فهم؟ لهما رأسان وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان. والمعتمد أن المدار على تعدد الرؤوس، مش على الفرج بقى والرجلين والإيدين. المدار على تعدد الرؤوس. واضح؟ فإذا مات ابن لها آخر عن أمه وعن الأخوين الملتصقين، كان لها السدس، عشان سايب اخين ملتصقين، عشان نحسبهم واحد، نحسبهم اثنين. وحجبها هذان الاخوان عن الثلث، لان لهما حكم الاثنين في سائر الاحكام من قصاص ودية وغيرهما. وقد اخبرنا، ده كلام الشيخ البيجوري بقى، يقول وقد اخبرنا بعض الناس انه وجد اثنان ملتصقان ظهر احدهما في ظهر الاخر في مولد سيد احمد البدوي رضي الله عنه. دي حاجة من النوادر اللي سمعها الشيخ البيجوري في عصره يعني. وبيقول مولد سيدي مين؟ أحمد البدوي، يبقى ما كانش وهابي. لأنه أولاً قال سيدي وأقر المولد. يبقى ما كانش لسه انتشر الإيه؟ المذهب الوهابي. والدليل على ذلك قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وولد لابن ملحق بالولد. وقال تعالى: فإن كان له إخوة، شايف بالجمع اهو، فلأمه السدس. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الخلاف حيث قال: لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكور أو ذكور وإناث، عملا بظاهر الجمع في الآية، فإن أقل الجمع ثلاثة وغيره يجعل أقل الجمع اثنين فأكثر، لأن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد كما مر. خلاص؟ دي واضحة. قوله: سواء كانوا،
أشقاء أو لأب أو لأم. إحنا قولين إن الإخوة ثلاثة أنواع، إخوة لأب وأم يسموهم أشقاء، يسموهم إخوة أعيان، وإخوة لأب يسموهم علات، وإخوة لأم يسموهم أخياف. فعندنا ثلاثة أنواع من الإيه؟ من الإخوات. أي أو مختلفين، وسواء كانوا أيضا ذكورا أو إناثا أو خناثة أو مختلفين. يعني لي مثلا أخ لأب وأخ الأم، بقوم أخين، واخد بالك؟ فإيه الأخ الأم يمكن ما يورث، بس إيه نكر على الأم، إيه حجبها من الثلث للثلث. قول وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم، أي لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يبقى لازم علشان يورثوا الإخوة لأم لابد كلالة، واضح؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما إيه؟ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى هنا ليهم الثلث. والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم. في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فيبدو أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان كاتب التفسير في إيه؟ بنفس الخط، فالناس افتكروه مصحفه كده، هو كاتبه تفسير. عشان كده سيدنا عثمان قال لك نحرق كل المصاحف إلا اللي احنا اتفقنا على كتابتها، لأنه كانوا بعض الصحابة بيكتبوا تفسير في وسط المصاحف بتاعته، فاهم؟ فلو كان الناس توارثوا هذه المصاحف كانوا هيفتكروا ان الزيادة دي مصحف مش تفسير. ادي عمل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله ونفعنا الله به، لو ما عملش كده كان زماننا اختلفنا ايام اختلاف على المصحف. فالحمد لله. تسمية الزيادات دي قراءة، ده مجال تجوز يعني، يعني بس قراءة شاذة لأنها لم يثبت التواتر فيها. ما احنا عشان تنسوا القراءة يتعبد بها وتبقى مصحف لازم التواتر، لكن كل ما قرئ وغير متواتر يسموه قراءة شاذة ويبقى لها حكم الخبر. يعني ده قرئ دي ولا كان يوجد، بس كان يوجد في مصحفه كتابة؟ لا، هو وجد في مصحفه، لكن ما وقفش في القرآن بيصلي بالناس الإمام كده وقال ولو أخ أو أخ من أم، ما قالهاش دي جوه الصلاة، لكن لما جابوا مصحفه ده هو مكتوبه، فاهم؟ بس ما احنا عشان يثبت مصحف لازم قرانا لازم ايه؟ يثبت متواترا ويوافق وجه نحو ويوافق الخط العثماني، ثلاث حاجات مش كده؟ كل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحو وصح اسنادا هو القران، هذه الثلاثه الاركان، ايما اختل شرط فاثبتي شذوذه لو انه في السبعه، مش قال كده ابن الجزري؟ فهم شركاء في الثلث. والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره، اعتبروا قراءة ابن مسعود الشاذة دي خبر، إنه ما أثبتش الكلمة دي كمعنى إلا لما فهمها من النبي، فكأنها حديث. فهمت بقى المسألة؟ وله أخ أو أخت من أم، وهي وإن كانت شاذة يعني لم تكن متواترة، ليست قرآنا، يبقى شاذة يعني ليست قرآنا، لكنها كخبر الواحد في العمل بها على الصحيح. وشرط إرث أولاد الأم أن يكون الميت كلالة، دي نقطة مهمة، كما ذكره الله تعالى في الآية المذكورة. ومعنى الكلالة الذي لا ولد، لا والد له ولا ولد من كل النسب، إذا ذهب طرفاه أي أصله وفرعه، لا لي حد من أصله ولا لي حد من فرعه، يبقى كلالة يعني اللي حواليه بقى، جاي من الإكليل يوم يورثوا اللي حواليه اللي هم اخواته بقى، فهمت؟ قول فصاعدا اي فذهب العدد حال كونه صاعدا من الاثنين الى ما فوقهما، فهو منصوب على الحال. كلمه فصاعدا تعربها ايه؟ تقول حال على طول، واخد بالك؟ ادي صاعدا منصوب على الحال. وناصبه واجب الاضمار ويستعمل بالفاء وثم لا بالواو، يعني تقول ثم صاعدا او تقول فصاعدا، ما تقولش وصاعدا، خطأ لغوي.
دي برضو ايه اشارات لغويه لطيفه بيقولها لك في وسط كتاب الفقه عشان يعلمك حته لغه. يعني لما تيجي تقول ايه صاعده تقول قول فصاعده او ثم صاعده ولا تقل وصاعده. واضح؟ ايوه سيدي. طب كذا ولا زوج ولا ام حد ياخد ثم. ايوه الباقي بقى نشوف مين اللي هيعصب وبقى نشوف هل في حد عصب ولا لا. يعني افرض لي عم، افرض لي اللي عم مثلا عايش، العم هياخد الباقي، التلتين الباقيين، لابن عم ياخد ابن العم الباقي، فهمت ازاي؟ ابناء عمومه. يعني ندور على حي اي حد عصبة من جهه الاباء ده عشان ياخد. هل يرفض البيت من المسلمين ولا ياخدوا هم برضه؟ ما خلاف مذهبي. وعن ابي قال بيقول لك هنا ايه وقوله من الاخوه والاخوات من ولد الام للاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات من ايه من ولد الام يستوي فيه الذكر والانثى. ليه بقى الاخوات لام ما بتتميز البنت عن الذكر عن الانثى؟ لان ما فيش تعصيب هنا. اللي يميز يخلي الذكر ضعف الانثى كويس ان يكون وارث بالعصبه، انما هنا ده وارثين عن طريق الام، فالام مش عصبه، فيبقى الذكر والانثى سواء بالتساوي. خدت بالك؟ علشان كده ربنا بيقول فهم شركاء في الثلث، شركاء يعني بالتساوي. يعني سايب اخ واختين نقسم على ثلاثه. الاخوه الام كده. خد بالك؟ على الرؤوس. يستوي فيه الذكر والانثى ولا يعصبها لانه لا تعصيب في من أدلوا به وهو الأم، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن في من أدلوا به تعصيبا وهو الأب كالبنتين والبنات. قوله أو البعض كذا والبعض كذا، أي البعض ذكور والبعض إناث مثلا. قول والسدس، احنا وقفنا على دي والسدس، نكمل. طب حاجة من السدس لأنه طويل شوية السدس، هنكمل شوية. احنا نسينا نسجل على مشكلة، نسجل الحتة من أول السدس. ها؟ لا أنا اللي طفيته قبلها على إني هعيده تاني على ما يجهزه. الخطأ مني. قوله وهو أي السدس للجدة. بيقول هنا والسدس فرد سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. السدس فرد سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم وللجدتين والثلاث وللبنت ولبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين. تكملة الثلثين. احنا ايه هنحاول نقف عند الحتة دي ونكمل الباقي المرة الجاية عشان اصلا عندي موعد 8:30. بيقول هنا وهو أي السدس للجدة هي في حاجة ناقصة هنا؟ ده أنا نزلت تحت. بس أنا نزلت في نص الصفحة عشان عايز أخلص بسرعة. شفت بقى إن الهوى لما يدخل في العلم يبوظه إزاي؟ لان انا عندي هوى ان انا اخلص بسرعه فبشوف في اخر الصف. فالمفروض انك انت تتخلص من اي هوى عند طلب العلم. الاول ما الهوى يخش في المسائل يبوز العلم. قوله والسدس فرد سبعه بالسين والباء الموحده لئلا تتحرف عليك بتسعه بالتاء الفوقيه والسين، لانك لو شلت النقط تفتكرها انها ممكن تقراها تسعه.
قوله الأم مع الولد أو ولد لابن أو اثنين إلى آخره، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد ولد وولد ولد إن كان له ولد وولد لابن كالولد، يعني له ولد أو ولد ابن. كويس؟ إجماعا. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي تقديم المصنف الولد ثم ولد لابن ثم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات إشعار بنسبة الحج إليهم إذا اجتمعوا على هذا الترتيب. ابتدى بالأقوى الأول الابن، وبعديه على طول لأن الابن هيحجب إيه؟ ابن الابن. وبعديه لما يبقى ما فيش الابن يجي ابن الابن، طب ما فيش ابن الابن يجي الإخوة، يعني كأنه يجيب لك بترتيب الحجب. فالذي حجبها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم الولد لقوته كما بحثه ابن الرفع، وقد يفرد للأم السدس مع عدم من ذكر. يقول لك أحيانا الأم تاخد السدس وما إيه زي في الغراوين، كامرأة كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين، يعني المرأة ماتت وتركت زوج وأبوين، الزوج ليه النصف والأبوين الأم تاخد ثلث الباقي، يبقى المسألة نخليها من ستة، ثلاثة في اتنين ستة، يبقى الزوج ياخد ثلاثة من ستة والأم تاخد واحد من ستة والزوج ياخد ايه اتنين من ستة، يبقى الأم هنا خدت السدس. فهمت ازاي؟ خدت السدس مع ان هي واخدة ثلث الباقي يساوي السدس. فهمت المسألة؟ وقد يفرض للأم السدس مع عدم من ذكر، كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وهي إحدى الغراوين كما مر. قول فصاعدا أي فذهب العدد صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما كما تقدم آنف. قول ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم أي من الإخوة لأب أو لأم، وقول ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا أي البعض أشقاء والبعض غير أشقاء، حتى لو كان وجود الأخوين احتمالا، حتى ولو كان الأخوين احتمالا كان للأم السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوق بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكون أخوين للميت. فهمت المثال؟ يعني إيه؟ اتنين رجالة واطئوا امرأة بشبهة. كويس؟ اتنين رجالة واطئوا امرأة بشبهة، يعني فاكرها امرأته الدنيا ضل واطئها، واخد بالك، وهو نظره ضعيف، وهي كانت نايمة على فراز زوجته في ليلة ظلماء فما يعرفش فواطئها، وهي نومها تقيل ما أدركتش، حصل كده. وبعدين ايه تاني يوم جاء راجل تاني وطئها، يبقى اتنين وطئها بشبهة، كل واحد منهم ظن انها زوجته او امته او اي حاجة في الدنيا، واخد بالك ازاي، حملت. كويس؟ جابت ولد، الولد ده ما نعرفش ابن مين، المفروض واحد فيهم يلحقه لنسبه، لان الوطئ بشبهة يثبت به النسب، الوطئ لانه غير زنا، الوطئ بالشبهة يثبت به النسب بخلاف الزنا. الواد كبر والابين دول الراجلين دول اللي وطئها دول كانوا جايين من سفر اصلا وسافروا، بعد ما وطئها سافروا، والواد اتولد وكبر وما نعرفش واحد فيهم الحقه لنفسه، وما نعرفش ده يبقى تبع الاب ده ولا تبع الاب ده. كويس؟ جه الواد ده مات، واحد الراجلين دول ليه ولدين، واخد بالك، والراجل التاني مالوش ولاد، يبقى مات الولد ده احتمال يبقى الولدين دول اخوات كده برضو، واحتمال هو مش اخواته يبقى ملوش اخوات، يعني احتمال ما يتحجبش. نقول لك لا، ولو احتمالا نحجبها للسدس. فهمت بقى المسألة؟ نقرأ تاني المثال. هو بس الامثلة دي كلها علشان يربي فيك العقلية الفقهية والتصور في المسائل، خدت بالك؟ فبيقول هنا كما وطئ، كأن وطئ اثنان امرأة، اثنان يا رجالة، وطئ اثنان بشبهة. كلمة شبهة دي مهمة
علشان يثبت النسب بها كويس. واتت بولد واشتبه الحال. ثم مات هذا الولد. اشتبه الحال يعني ما عرفناش ننسبه لواحد فيهم. ثم مات هذا الولد عن امه قبل لحوق باحدهما باحد الواطئين كويس. وكان هناك ولدان لاحدهما. للواطئان دول واحد منهم عنده ولدين. فتعطى الام السدس لاحتمال ان يكون اخوين للايه؟ للولد الميت ده. فهمت المثال؟ قول وهو اي السدس للجده. امتى الجده هتورث؟ لو الام مش موجوده. لو الام ميته تورث الجده، لو الام عايشه تحجب الجده على طول طبعا. فهمت بقى؟ حتى لو الاب مش ايوه العبره للميت. الميت ده ليه اخين ولا ملوش؟ كلام في الميت. فهمت؟ يعني حتى لو مش من الام. اخين من اي نوع؟ ما احنا قلنا من اي نوع؟ اخين لام، اخين لاب، حتى ولو خناسه، حتى ولو ملتصقين زي مولد السيد البدوي اللي جاب لك المثال بتاعه. كل دول يحجبوا. قول وهو أي السدس للجدة، أي لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، والمراد الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة وتسمى الجدة الفاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، فإنها من ذوي الأرحام. أم أبو الأم دي مش جدة وارثة، دي ذوي أرحام ما تورث. واضح؟ انما احنا بنتكلم الجده اللي تورث مين؟ الجده لام والجده لاب. يورثوا امتى؟ لو غابت الام ماتت. واضح؟ وممكن الجدات يبقوا اربعه كمان. الجده لام واب، والجده من جهه الام والاب للاب يعني، وجده من ايه؟ من للام من الام والاب، يبقى عندي اربع جدات. كل دول يتقاسموا مع بعض السدس. فهمت؟ لكن امتى؟ لو ماتوا الايه؟ الام. لو مات الام. لكن طول ما الام عايشه تمسح كل انواع الجدات. تاخد هي نصيبها ومع السلامه. جدات ايه؟ يعني يعني يعيشوا في التراوح. ليه الام تاخد؟ لان الغالب ان الام هتعيش مده اطول. دول خلاص قربوا يموتوا. الارث ده تاخده هي تصرف عليه بقيه عمرها. ودول خلاص مع السلام. وده برضو اللي يخلي ان بالرغم ان الاب اقوى من الابن، ان الابن يحجب الاب للسدس مع ان الاب اقوى من الابن. ليه؟ لان الابن مدة حياته اطول يحتاج مصاريف اكتر، لكن الاب مش محتاج مصاريف اكتر، فندي للي محتاج اكتر. فهمت؟ فالارث برضو فيه مراعاة لاحتياج كل انسان بغض النظر عن قوة ايه النسب الامور. طبعا مليان حكمة. ده مليان حكمة. ان الاخوة دول ما هو هيحجبوا الام للسدس، لكن ايه؟ زوج الام ده اللي هو الاخوة بيصرف على الاخوة هياخد الباقي عشان عليه النفقة. مش كده برضه؟ عليه مصاريف. صح ولا لا؟ لكن الام اللي بتاخده بتصرفه على نفسها بس، وهي كمان بيصرف عليها جوزها، يعني هتاخدهم تحطهم تحت البلاطة. مش محتاجاه. لان هي اصلا واجبة النفقة على الزوج اللي هو عايش او جزء، فهي هتاخدهم تحطهم في البنك وخلصنا على كده. لكن الراجل التاني قاعد بيصرف طول النهار وعنده ايه؟ اخوات الميت لسه عايشين، هم اولاده وهكذا. فلما تنظر للمواريث وتقسيمها تجد انها مليانة حكم. ولما بيدي برضه للذكر بيستحضر الانثيين، لان الانثى لما بتاخد بتاخد لنفسها، لكن الذكر لما بياخد بينفق على الواجب عليهم النفق. فلو اخته دي متطلقه ما هو اللي هينفق عليها. صح ولا لا؟ فيبقى لازم ياخد اكتر منها بقى علشان هو مسؤول عنها برضه. وهكذا. فكل تلاقي كل حاجه متظبطه بهذه الطريقه. لكن العالم اللي ما خدوش الشرع الشريف بطريقه هاديه يقول لك ايه ده؟ ما فيش مساواه ولا ايه؟ واخد بالك؟ هم مش فاهمين. وقوله أي السدس للجدة، أي لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس سواء كانت من جهة الأب
أو من جهة الأم، والمراد الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة وتسمى الجدة الفاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأب، فإنها من ذوي الأرحام. قوله عند عدم الأم، أما عند وجود الأم فتسقط الجدة بالإجماع طبعا، فإنها إنما ترث بالأمومة، والأم أقرب منها سواء كانت من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب. ولذلك قال في الرحبية: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبه. وتسقط الجدة من جهة الأب بالأب لأنها تدلي به بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأب. والقربة من كل جهة، وتسقط الجدة من جهة الأب بالأبي، طبعا لو الأب عايش يحجب الجدة من جهة الأب، بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأبي. والقربة من كل جهة تحجب والقربة، يعني لو الأب عايش الجدة من جهة الأم تورث، فهمت؟ لكن أم الأب اتحجبت بالأب، فيبقى الجدة من جهة الأب اتحجبت بالأب، لكن الجدة من جهة الأم اتحجبتش بالأب. فهمتني بقى المسألة؟ والقربة من كل جهة تحجب البعد من تلك الجهة، فأم أم الأم تحجب بأم الأم. الظاهر عيلة بقى ما بتموتش خالص دي. في ناس كده يعني عمرهم طويل قوي. أنا فاكر الدكتور عبد القادر القطب مرة كان بيحكي لي من حوالي 20 سنة، بيقول لي جالي عيان عنده 80 سنة. فبيكشف فبيقول له: يا دكتور ده أنا بتعب بسرعة، ومجرد أدخل الحمام وأروح كده يجي لي نهجان. قال له: معلش يمكن ضعف في عضلة القلب السن. قال له: ما أنا أبويا طول النهار قاعد. قال له: أبوك عنده 80 سنة طول النهار رايح جاي ولا في حاجة؟ قال له: ما شاء الله، ده حاجة يعني هو 80 سنة وبيحسد أبوه. هنا برضو الأمثلة دي يتفكرك بالعائلات اللي هي ما بيموتوش دول، الظاهر قرايب الحكام السابقين. فبيقول لك هنا: وإن لم تدلي بها كأم أبي فأم أم الأم تحجب بأم الأم، وأم أم الأب تحجب بأم الأب المباشرة يعني، فلا ترث البعد مع وجود القربة مع اتحاد الجهة. وإن لم تدلي بها كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الأولى مع الثانية. والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب. والقربة من جهة الأب يعني هو سايب جدة من جهة الأم أم أم، وسايب أم أم أب، يبقى دي تحجب كمان إيه الجدة التانية. فهمت؟ كل ده بيبين لك إن القربة تحجب البعد من أي جهة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. من جهة الأب كأم أم أب، والقربة من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعد من جهة الأم كأم أم أم على الصحيح. لكن القربة من جهة الأب أم الأب، أم أم الأب ما تحجبش أم أم الأم، واخد بالك؟ على الصحيح. على الصحيح يعني يعني كان في وجهين، وجه يقول لك تحجب برضه زي الثاني، لكن الصحيح المعتمد إنها ما تحجبش. ليه؟ ترجيحا لجهة الأم، لأن دي أدلت من جهة الأم وده أدلت من جهة الأب، وإحنا مأمورين بإيه؟ بالإحسان لجهة الأم أكثر من الإحسان لجهة الأب، واخد بالك؟ فده سبب الصحيح. قال في الرحبية: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان، العكس اللي هي إيه؟ أم إيه؟ أب. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني وجهان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وللجدتين والثلاث أي فأكثر لعدم الانحصار في الثلاث، ولو حمل الشارح الجدة في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة لاستغنى عن هذه الزيادة، والمراد أن الجدتين يشتركان في السدس
وكذلك الثلاث فأكثر يشتركن فيه أيضا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على ولبنت الابن إن شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يا الله.